هيلو هيلو، كنتمنى تكونوا مزيان واموركم هانيه على احسن ما يرام. مرحبا بكم في فيديو جديد معايا في لاشين يوتيوب ديالي جيم صنيجي. بون لا فيديو ديال اليوم كما شفتوا في التيتغ غادي نبارطاجي معكم واحد الماسك. كما نتوما باغيين كتسولوني ديما على الروتين ديال شعري، غنبارطاجي معكم واحد الماسك اللي انا كنعتبره منقذ ديالي من مور الصيف، من مور الشعر ديالي ما كيتقصف وكيتهلك بلا بيسين والبحر. هذا كيضغطه مزيان وكيخليه يلمع، كيبقى كيلمع، كيحافظ على اللمعان ديالو، على الرطوبيه وعلى كل شيء. دونك الا بغيتو تشوفوا الماسك وشنو كندير لشعري كملوا الفيديو حتى الاخر. اول حاجه غنبدا بها الا سمعتوا لا ماشين خدام ديال الحوايج. اول حاجه غادي نبدا بها ان بول بيان سور. ابري غادي نحتاج افوكا. ديما كنطيح في التساؤل ديال زينب زينب ما تضيعيش شعرك كليا، وكنرجع نقول لا زينب راه شعرك مفروع خاصو يتغدى، وكنرجع نقول ولكن انت لك راه شعرك يتغدى من الداخل، وكنرجع نقول لا ولكن راه لي بوينت وداكشي خاصو يتغطاو. المهم ديما كنطيح في هاد التساؤل وفي الاخر كندير على شعري. المهم تحتاجو زعما بغيت نطمنكم انكم ماشي بوحدكم، الا كنتو نتوما كطيحلكم هاد الفكره في راسكم. المهم كنحتاج افوكا وحده، عرفتو فريمون هاد الماسك انا بعدا كيجيني هو المنقذ ديالي. المهم غادي نقشر هاد الاخر، كندير لها انايا هكا يا كنخرجها بمعلقه، لكم حريه الاختيار طبعا. وبقي نزيدو النص الثاني، ابخي غادي نشوفو باش ما نكذبش، خليت منها طريف ما قدرتش نقاوم. الو غادي نعفس هاد الافوكا مزيان هكا. المهم الا سمعتو شي صوت راهي بنت اختي. الو هنا قطعت الصوت باش نهضر في خاطري حيت كنصداع بزاف. من مور ما عفست ديك الافوكا مزيان نزيد عليها بيضه، حيت البيض كما كنا عارفين انفورتيشيون صراحه غزال الشعر، غزال غزال غزال. كنصحكم تداوموا هذا الماسك مره في السيمانه ولا دو فوا بار سيمين، ما غتندموش، كونوا متاكدين انكم ما غاديش تندموا. دونك زدت بيضه وغادي نخلط كل شيء، و ابري غادي نوريكم شنو غادي نزيد عليها. المهم اهم حاجه هي ان ديك لافوكا تولي كريمي باش ملي تجيو تغسلوها ما تجيكمش صعيبه في الغسيل وتهبط لكم دغيا من شعركم. الو فوالا، من بعد ما عفستها مزيان بيان سور الا كان شعركم طويل ولا قوي كثر، مثلا طويل على ديالي ولا قوي كثر من ديالي، تقدروا تستعملوا جوج ديال الافوكا وجوج بيضات على حسب مهم شعركم. نتوما تعرفوا القياس ديال شعركم، مهم ديروا هاد المكونات اللي عطيتكم. مهم من مور ما خلطت هادشي مزيان مزيان غادي نزيد عليهم هاد الزيوت هادو ديال البغازال، صراحه واعرين شحال هادي ما درتهم الصيف كامل ما درتهمش، كل وحده والدور ديالها، وحده كطول وحده كتقوي الشعر. دونك عندي جوج وصراحه غزالين من الزيوت اللي انا زعما استعملتهم وعطاوني نتيجه. دونك غادي نزيد في الاخر في داك افوكا والبيض قياسي اللي انا كنحتاج واللي انا باغا. دونك درت من الاولى وغادي نزيد من الثانيه. ومن موراهم زدت زيت زيتون، زيت زيتون بيان سور ما تكونش فيها الملحه البنات، سينو تمشي تحرق لكم شعركم ولا شي حاجه ولا تقصف لكم، حيت الملحه ما مزياناش للشعر. راكم عارفين منين كتعوموا غير في البحر وحيت مالح الماء كيولي الشعر. دونك ابري غادي نخلط كل شيء مزيان مزيان وغادي نابليكيه على شعري وغادي نخليه ماكسيموم ساعه
حتى لساعة ونص الى عيقنا ساعة ونص. وعلاش غادي نخليو هاد المدة؟ غير حيت الشعر كيكون محتاج ليدغاتاسيون داكشي من مور الصيف ومن مور لا بيسين ومن مور البحر. سينو ماسك ديما كنقولها لكم ما تفوتوش ساعة لارب نص ساعة ساعة لارب ماكسيموم يتحيد الماسك من الشعر، لا هو لا الزيوت، سينو كتخلق جلد كتخنق الجلدة ديال الراس. الو اللي بغيت نقول لكم، انا قبل اي ماسك كيعجبني شعري مشطم مزيان، ومن بعد مرات كندير مساج لشعري قبل كل دوش باش كتحرك لي الدوره الدمويه فيه. الو هنا غادي نطلق الصوت باش تسمعوا شنو كنا كنقولوا، ضحكوا شويه. في داك الزاج بحال بنادم ميت لداخل، انا القلب ديالي خرج. شنو هذا الميت؟ ماشي ميت حي، بحال يتحرك مهم شكلو ديال واحد ميت. المهم طلقت لكم الصوت باش تضحكوا عليا شويه وكنعاود من نيتي. المهم ابخي ما مشيت شعري مزيان ابليكات الماسك ودخلت دوشت. خرجت من الدوش هادي واحد نص ساعه، تسمعوا الغوات برا الدراري الصغار كيلعبوا. خرجت من الدوش هادي واحد نص ساعه، شعري مازال شويه فازق. كتبان لكم هنا لا فرونج كون شفات، يبان لكم لي غاسين كي راهم دايرين. انا دابا كنحس بشعري رطيب فريمون رطيب ومضغطي مزيان. غير حاجه وحده اللي كنظن في اي ماسك فيه البيض نفس الحاجه، كتكون شويه ديال ريحه البيض كتبقى مردوش. انا ما عنديش مشكل في هاد الروائح هادو حيت عارفه زعما شي حاجه طبيعيه. ومنين كندير تقولي نتوما بديل الزيت وكنصاوب شعري وكنزيد له السيروم، منين كنصاوبو ما كتبقاش الريحه، كتبقى خفيفه بزاف فريمون خفيفه لواحد الدرجه ما تصوروهاش. الا واحد ما تحشركش في راسك ما يشمهاش. دونك انا مشط شعري، لاحظتوا كو لا فرونج بدات تنشف، انا عاد توقت ان خاصني نصور لكم. المهم مشط شعري ندير له هكا باش ما كيبقاش لاصق لي على راسي. بديل الزيت بحال ديما ديال بونتين، حيت شامبوان باش كنغسل شعري ماشي بونتين بدلتو، انا على ما ينشف لي شعري ونهضر لكم عليه حتى هو. دابا غادي ندير بونتين، ملي نجي نصاوب لكم شعري غادي نهضر لكم على في الدوش شنو كنديرو. دونك غادي نغسلو غادي ندير له بديل الزيت ديال بونتين، ندير غير شويه لتحت. دونك دابا شنو غادي ندير؟ غنخليه ينشف بوحدو حيت ما باغاش نشفو بالسوشوار ونرجع لكم على ما ينشف. من بعد ما نشف ليا شعري كومبليتمون جيت باش نوريكم خم الفوق داكشي وجيت كيسبع مي جيت نوريكم الريزولطا اللي كيعطي. ها الريزولطا اللي كيعطي، شوفوا لي غاسين، شوفوا لا بريونس، واش باين لكم ولا كيما اون فاس؟ هذا ما مصاوبش شعري، ما مصاوبهش، عارفه راسي جايه بحال دغه شعري ما مصاوبش. بغيت نوريكم الريزولطا فيه، هو ما مصاوبش عاد نصاوبو حيت انا عارفه تبغيو تعرفوا الريزولطا كيفاش دايره بلا تصواب. دونك امشي نصاوبو ونرجع لكم. ترا صاوبتو وانا اطون ندور نوريكم. هاديك اللي كتصاوب اول مره شعرها شنو؟ دونك فوالا شتو كي شتو الريزولطا، عرفت مايمكنش كي كنحس بيه الرطب، متصورو شحال كنحس بيه الرطب. دونك ديجا بدا طوالي، شوفي نوصل وكنحد هنا، تخيلوا كنحد هنا طوال تبارك الله دغيا. وهاد الطول انا اللي انا فيه هو اللي باغ كيعجبني بزاف، حتى الطول اللي كنت فيه كيعجبني، مي هذا دابا عاجبني بزاف. داك الطول اللي كنت فيه للصيف، مي هاد الطول اللي انا فيه دابا كيعجبني للبرد. عندك حتى هنا وحتى هنا كيعجبني للبرد مع واحد اللعيبات تنوريكم فواحد لا فيديو ان شاء الله جايه قريب. غادي ندير لكم تنسيقات ديال حوايج الدراسه والجامعه، وفي غادي تشوفوا علاش كيعجبني شعرها كقصر مع واحد اللعيبات كيجي زوين بزاف. دونك فوالا، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. منين كيتصاوب كتزاد لا بريونس اكثر. انتما شوفوا اي كنوريكم من جميع الجوانب كيفاش كيبان. دونك فوالا الوغ
هذه الريزولطا اللي كيعطي الماسك. الماسك ديرو بغينيكم بعينيكم مغمضين. غير هو الزيوت اللي انا درت. الا ما كانوش عندكم ماشي مشكل، حيت دوك الزيوت كيقويو وكيطولو الشعر. ماشي مشكل، واخا انا صراحه ما مهتمش ان شعري طوال دابا، مي كنديرهم على حساب كيقويو الشعر كيخليو الشعر يطيح. كما قلت لكم ماشي مشكل، تقدروا ديروا غير الزيت اللي كنت درتها ديجا في لاشين. وكاو ما كان فيكم اللي ترجعوا تفرجوا في لا فيديو، غنقولها لكم دابا دغيا دغيا، مي خاصكم ضروري صراحه ترجعوا تفرجوا في لا فيديو على حساب القياسات. ما عارفاش القياسات ديما عندي مقيدين في واحد اللعيبه، ما فيها زويته بلديه، ما فيهاش الملحه، فيها فلفله ثومه واتاي وزريعه الكتان طحونه والخزامه. اي ثينك هادشي اللي فيها. وكتخليها 15 يوم، خاصك تزير عليها مزيان، سينو كدير لك واحد الطبقه ديال القمر الفوق. خاصكم تزيرو فريمون عليها مزيان وتخليوها 15 يوم في الظلام. ديروا هاد الزيت هادي فريمون غزاله، غتلاحظوا الفرق دغيا، فريمون غتلاحظوا الفرق وغتلاحظوا الخلفه وبزاف ديال الحاجات. هادي على ضمانتي، كنت خديتها من عند واحد البنيته في انستغرام. فريمون نفعتني هاد الوصفه بزاف بزاف. سينو الماسك كما قلت لكم فيه الافوكا والبيض و شويه ديال الزويته بلديه باش تزيد لي شويه ديال ليدغاتاسيون ولا معان وداكشي. واخا ديجا البيض والافوكا كيدغاتاو الشعر مزيان، والبيض ان فورتيفيون. المهم نتوما عارفين هادشي بلا ما نحتاج نقول لكم، معروف فوائد الافوكا الشعر، معروفين فوائد البيض الشعر. نزيد عليها الزيوت، الزيوت اللي كيعجبوني. نتوما الا عندكم شي زيوت كيجيوكم مع شعركم تقدروا تخلطوها معاهم. هاد الماسك فوقاش كنديرو؟ كنديرو من مور الصيف، ملي كيكون الشعر مدكدك بلا 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 بيسين وبالبحار. المهم راكم عارفين كي كيولي الشعر، كيولي فريمون انا ولا فريمون مدكدك ولا متقصف. كنتسنى يزيد يطوالي شويه ونعاود نتقص منو غير الغازه، هي باش ما يبقاش داك التدكديك اللي لتحت واخا عاد قطعتو. سينو ابار هادشي كامل، غنقول لكم شامبوان باش غسلتو. ديجا هضرت لكم عليه وريتكم كي خديتو من فيرجين، وهاد لا ماركه ما معروفاش بزاف، تقدروا تلقاوها عند لي بارفيمري. الوغ لا مارك سميتها اسره، ها هي مكتوبه هنا اسره. شامبوان ما لقيتش الدمالوغ ديالهم في فيرجين، هانتوما خديتو من فيرجين هنا. ديجا وريتها لكم هادشي، ديجا وريتكم هاد لي ديتاي. المهم ملي تشوفوني كنعاود لي ديتاي في لي فيديو، عرفوني على حسب البنات اللي ما كيشوفوش لي فيديو اللي قبل، داكشي كنبقى نعاود لي ديتاي. كما قلت لكم هذا غزال صراحه البنات، ولكن ماشي للشعر الناشف، ما كنصحش به البنات الشعر ناشف. هو كيضغط مزيان الزغبه وكيخليها كتلمع فريمون. انا لاحظت الفرق، ومام هنا مكتوبه انتونس ايدغاتاسيون، مي اللي شعرها ناشف جو بونس ما غيقنعهاش بزاف. هو زوين، انا بعدا صلح لي شعري، صلح لي بزاف، انا زغبتي شويه دهنيه دونك صلح لي شعري بزاف. ولكن اللي شعرها ناشف ما كنظنش انه يصلح لك بزاف بزاف، مي تقدري تجربي. جو بونس كاينين نوع اخرين، انا خديت هذا. سينو البنات اللي شعرهم اونريلي ولا ديجا رطب، هذا غيعجبكم بزاف بزاف. هو تيدام فيك فيك شعري تيدم لك دغيا، هذه فيك فيك زعما حيدها لك الطبيب، واخا ما عرفتش شنو ندير، ندير له مقاطع كيتيدم لي في يومين. ولكن كيدير كيعطي نتيجه زوينه، فريمون كيعطي نتيجه زوينه، وجاني رخيص صراحه على النتيجه اللي كيعطي زوين. الوغ هذا عجبني اون بلوس بزيت الخروع. دونك فوالا هادشي اللي كندير لشعري. وفي شعري كندير دمالوغ، كندير 3 مينوت ميراكل ديال بونتين ديال سوبر فود، هو هادشي اللي كندير فريمون شعري صافي. هادشي اللي كندير له بارفو كنمرضوش ملي ما كنصاوبو، كندير له سيروم. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كندير لشعري. مازال باغا نبدلو لا روتين كامله ونجرب واحد لاغام ان شاء الله، ملي نجربها غادي نقول لكم كي جاتني. دونك فوالا فوالا، كانت هادي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم. الى عجبتكم ما تنساوش تخليو لايك وتابوناو في لاشين، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.